καρέφνα. Είναι ζέτο, να. Άιντε, τε πικέλ, ορίγανο ψήρια κόβισμα. Η ζέτα μαζού δε πλεπνέν, η ζέτα, ζάτερ δε πένα ο τούβε. Μαζού δε καμένα βε Ορδόν, βε Σουρία, βε Φαλαστίν, χάτα μαζού δε βε Σίνα, βε Μασέρ. زيت السمك زيت شيء يعني اشمعنا من بنروح من بلد لبلد النعنع بيكون اسمك اقسى هون الزيت زعتر طبعا الزعتر بيجينا من الضفه بيكون فيه نسبه قش طبعا ورق عادي طبعا كل الزعتر لازم يتغربل بنغربله بنجيب منه القش الزعتر الخام مثل هيك مثلا اعمل لك اياه قدامك أساس الزعتر لحاله حامي كتير في ناس بتحبه حامي ناس بتحبه عليه بهارات أساس يخفف الحدودية تاعته بتزيد له 250 جرام من هول البهارات نعم بعدين ترجع بتزيد له سمسم طبعاً بصير نص كيلو عندي هيك فهمت علي كيف نص كيلو من الخلطة هيدا مع نص كيلو سمسم نص كيلو سمسم بصير عندي كيلو بتحط له بعدين ما أحط له سمة طبعاً بيجي الزعتر ورق مثل ما هو خامه بنجيبه من الضفة بقشه بنغربله طبعاً بعدين بنجيب العنجراد والكزبرة بنطحنهم مثلا وقية بنحط عليهم وقية بهارات كاملة مشكلة بنحط الملح حسب الرغبة بنطحنهم بعد ما نطحنهم طبعا نفركهم بزيت زيتون على اساس انه اذا بنحط زيت زيتون مع السمسم والسماء بكعبل بس نخلصهم الفرق بنحط السمسم والسماء اخر شيء طبعا كل نص كيلو زعتر صافي مع البهارات بنحط ضعفه سمسم والسماء حسب الرغبة 200 غرام 100 غرام كل حدا بيقلنا بدي زعتر اردني سنعرف كيف بيعملوه هول هن ما في شيء هيك بعد بزيد وما تخبرتنا عنه لا هذا هو كله هذا هو عرفنا شو هن انطوني مرحبا استاذ مرحبا استاذ واو الوان كثير حلوين هون شو عندك ولا نحن عنا عطاره بس هيدي عطاره مستورده مثلا هون شو يعني هون هو ثلاثه هن كلهم من زيت العائله زنجبيريات اسمهم يعني هيدا اسمها البينيا غالانغا مثل عائله الزنجبيل بس هيدا هو الزنجبيل وهيدي الكركمه ثلاثتهم هون من زيت العائله اسمهم زنجبيراس كل واحدة عندها فوائد بتعقد وبتعرف هذا بفرج قد ايه عند العرب من زمان كانوا يستوردوا كثير من السبايسز من الهند ومن كثير بلدان كمل لهون بتلاقي جوزة الطيب بتعرفها اكيد بس هيدي مقشره ناتمك اللي عم بيخبرنا من الانجليزي او الفرنساوي هيدي الناتمك او نوادو مسكات حلو السفر ان ديفرنت برسبكتيف بنوصل دائما على الاسواق ونتمشى بالاسواق وانا اللي بشوفه هي الوان حلوه طعمات طيبه بس كون معي مارك ونفوت بهول التفاصيل وهول تفاصيل تبع الاشياء very interesting